وردوا يوتيوب كيف الحال، ايش مسوين، عساكم خير. اليوم عندنا سافر الزمالك، ارسينيك، احمد سانتا، كريم مدحت، رابتور، هيما كابوكي، انيس بك، هي عمر وام، قزاز، فاروق. ارسينيك افكار تعرفه، رابتور تقريبا اللي كان في سافر تبع المعادي، انيس بك عارفه من 50 مي سافر 50 مي، عمر وام كمان من نفس السافر، القزاز وفاروق ما اعرفهم. السافر 9 دقائق. اوكي قبل لا تبدا كل واحد يدبر سماعته ويعلي الصوت وليتس جيت. بليز قول لي الصوت واضح. ارسنك ما تفكر تتحب راجع فكرك، لو مش متابع سرنا في نت تنزل الشارع واسال كويت الحمر والهلالي ما بيلعبوش مزيكا بس يعرفوا يلعبوا ملامح وشك تعرف الفرق الشاسع بيننا انك مش قادر تبلع صراحتي وانا مش بالع كدبك بارع جدا راجع يسرى الفرق الشاسع بيننا انك مش قادر تبلع صراحتي وانا مش بالع كدبك. يقول لك في فرق شاسع بيني وبينك، انت مش بالع صراحتي ولا انا مش بالع كذبك. تعرف الفرق الشاسع بيننا انك مش قادر تبلع صراحتي وانا مش بالع كدبك مزيكا بس يعرفوا يلعبوا ملامح وشك تعرف الفرق الشاسع بيننا انك مش قادر تبلع صراحتي وانا مش بالع كدبك بارع جدا راجع يسرى المسامع تما ما فيش مانع تخلع راسي بحرب ولا انك راجع منها سامع حسك مالك قصمت فجأة ما قصدي شافك بتوك انا بقول يا رزق لسه عندي موهبة غير الراب ببص في عينين الناس بعرف هما من جواهم على ايه في الحال ثاني زي السيف الحال زي الخيط السباق بقدر اسرع من جارس في التراك صوتي على ايدي ولساني زي ببص في عينين الناس بعرف هما من جواهم على ايه في الحال ايدي ولساني زي السيف الحال زي الخيط السباق بقدر اسرع من جارس في التراك صوتي على البيس في التراك بيجيب اورجازم كأن اللبس بتتغزل في الكيب والسنين والهيت مو بسامع شيء مو بسامع اللي جاي هيكون ضربة مقتل والمعتادي مين بروحت الاكثر كلمتنا حبيرة اسلم من في الكسر مصر مبلغ اهلا بك في الجنوب هنا كارك الاسفل هنا المقصود الاكثر اسلم من في الكسر مصر مبلغ اهلا بك في الجنوب هنا كارك الاسفل هنا المقصود الاكثر هتسمع صوت الطبل منزمك من جزيرة الوسطى هي الارض النازلة بدنا تقدير ما خلي طوب ارضي هبنا فلو مش جاي معاك بتقدير ما تديش الشر بنفسك سنك بلا كل واحد يكتب لي اسمه كل الشمال ما بيعجبنيش سميت رونالدو طيرت اليساندرو ابو السلاجيت فرحمته لفيت شريط فرمته وتعال من الاول شد عمرو دياب برضه مستر ريسايكل بن واخد تايتل بن اي ثينك اندر ايدج لكن بتبين تيست نمسك نعمل تيست برضه ان وبس يا حليب الخير شيك شكلك انت البس حط البنش نيجا ستوكن شرحه وتشيست انتوا فراخ ما تدريش هذول في الشارع ليترلي كذا قاعدين في الشارع وقالوا يلا نصور ريل هيب هوب انتو فراخ ما تدريش شيش طاووك وستريبس ماني بليس ماني بليس ماني بليس نطيت من السابع على الارضي وفي ديسجارتي الاسفلت توسع يخرب بيت فخامتي لولي نظارتي جنب الاسفلت توسع يخرب بيت فخامتي ديسجارتي الاسفلت توسع يخرب بيت فخامتي لولي نظارتي جنب الارض شي بعد اذنك دي القضيه رقم 706 رب تسلك خلاقي تسلا دوست واحد كان بيعدي السكه فالدنيا من الكهرباء يا اسطى من ساعتها اوعى تعدي تحت بيتنا نيجا مهاجم وحاجات بتهاجم وانا ملاكم ماشي الاخير مع حماده هلال في حاجات بتهاجم وفي جماجم ما تصف يا ابني وانت ساكت ماسك تذاكر بجنيه التذكره شديد في الهجاء ماي نيم از عنتره عينيك مسطره قدام المفيوز وجدوز لما نزل شرطه عل الفيوز انا عوزه بالبنت والرساله كمان رساله شاهد سنتره في حصان بالغزاله يا ساده الموضوع كبير مني 8 جيجا نوت والليمبي بيلحقني كنسلني بس حطني في الملعب كني صلاح في الراب وفي الحياه انني بيمثلني لا حد يعترضني صفيه بطريقتي انا بالعربيه ورا فسحك وبطريقتي نجا السافر هذا فاز بمراحل على سافر معادي اي ثينك سافر معادي بيكون اخر شيء حاليا انا محتار بين السافر هذا و 15 مي صراحه وزدت لا
طريقتي نجا وانتك وانتك يا ريت تدور المطول ورايا ليلة كبيرة بحارب الزمن ولازم اكون صابون. نزلت من البيت نشلت في العضلة عملت نزلت الجيم وقلت مد ايك عملت جبت جون بالهيد بسأل نفسي دايما انا ليه مستبد مستبد في ست انجازات لازم اطلع الانياب وخلصينا بقى يا ست حلويات هعدلك بمعجون الاسنان وقلت تصدقيني عاملك احسن ما هو بيعامل كيكي كنت براب وسخت بس جربت تشيل جبت مسروق اثيوبيا اتصرفنا وجبنا كليب باكل الشيكر عبدالله عاملك احسن ما هو بقى يا ست حلويات هعدلك بمعجون الاسنان وقلت تصدقيني عاملك احسن ما هو بيعامل كيكي كنت براب وسخت بس جربت تشيل جبت مسروق اثيوبيا اتصرفنا وجبنا كليب باكل الشيكر عبدالله فما بقتش عد كيلز وانا مستفز فز فز فز. على فكرة ملاحظين الناس هذول كلهم يعني young as fuck يعني صغار صغار. كل ما اشوف رابرز كذا I feel old صراحة. يو سدس مايا مترخص من غير تس بسحب منك الانوار من غير ما تحس ابو الانوار يا سيدي رابتر رابتر اوكي let's go. علي يا ولد اصل انا بقش مغني بلا فخش بخش بديله بالقلم لا بس بقلمي انا مين انا اللي فايز يا كوتش على اللي جاي ده زي ما شايفه عليا بيرد فبينا في مجاله فجاله دماره فبينا يا مار اهتم القص يلا بينا نبدا شوف الشيخ مش عارف شايف حتى لما غايب برضه راح يرجع على سمعنا فتك مر على الدنيا مش مر مع شايف خايف من الخدمه طب طب على الام سي ستوب ام سي ستوب ام سي ستوب صوت ما بيتشعبط مستعبط مستعرض قال لك مش هعرف ايه بطلوا يا باشا انا حرف حرف جوه قلم الشاشه شايل مديك في اساسك مارو يديك على البيت بالشاكه بيس واقف ده ماشي من كم القميص راجع حاجاتني مش لازم تشخيص طب حد فادني انا اسف ما فيش حكومه ما تدريش اسف وما تنديش بدي ضربه في القضيه ولا بتكتبي حاجه فاضيه بس وقت اللي بتكتبي البيت بوكسر معرب هذا لا يكون بس وقت كورونا لانه تفل في الناس كلها كابوك والله على بالي انه الشخص هذا يعني كذا كان معدي وقال خلينا نشوف الناس هذول ايش عندهم الاطفال هذول لكن طلع رابر كابوكي 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 قالوا لي هتشرب في الزين بشرب ايه الزين انا بعدي كم سنه بودي محروق عشان ادي وكسر الزين انت مش زي ما اسمكش ابراهيم وانا مش زيك طموحي ياسمين تربع على القمه بشتغل بذمه اما انت يا رمه مش انت مش زي ما اسمكش ابراهيم وانا مش زيك طموحي ياسمين ويت وات ادي كم سنه بودي محروق عشان ادي وكسر الزين انت مش زي ما اسمكش انت مش زي ما اسمكش ابراهيم وانا مش زيك احلامي ياسمين حاجه ابراهيم وانا مش زيك طموحي ياسمين في ربع القمه بشتغل بذمه اما انت يا رمه مش قد ما كده بتشوفني بغفل السين بغفل السين من غنى مركز على السين بعرس لنفسي ما حدش عرسني عرفتك بسري ابقني برابك بغفل السين ما عادش تموت بقى تفشل اكيد معايا كتيبه تطفي بنزينه في ترابك عينك تجي لي بمبايل وصور لك بخلص الميشن بقفل السين انت مش ليجند في منك كتير وي دو ات بفيجن والورق سامع قلبي اخرس خالص اكتب بنجز فين موتك والحياه هو ده نيس اجين اجين والورق سامع قلبي اخرس خالص اكتب بنجز فين موتك والحياه هو ده اللي فاصل قلم حبر خفه تقل منهم اللي جوه شط شابط اللي باعني شطواتي بول اسمع اللي كتب جت في العرضه مش في الكون والمحاوله مني لاجل الفوز مش للعون بسال نفسي مش معنى ده ومش معنى انا عندي عقد مش تتفك غير وانا بربط في الحروف لاجل نفهم المضمون دي طولت سكول مش مقسوم نبقى في سكه تانيه ده المحسوم صورتي على الفلوس ده المصروف خده هو فين خده عزوه جت من صورتي على المص صورتي على ويت صورتي على المصروف لا لا صورتي على الفلوس هو ده المصروف اهل حسوم خده لاجل نفهم المضمون دي طولت سكول مش مقسوم نبقى في سكه تانيه ده المحسوم صورتي على الفلوس ده المصروف خده هو فين خده عزوه جت من الاهل حدو اخد بالك واحنا بينا جدو لو في باقي روحك يلا نجدو يموتوا فينا مش في الضمه احنا بس ندمر الضلمه فاتت عيوننا بدون كان نتمنى بس نشطب وغيرنا سايبه يشبط ولا
عبيني من وسخت الدنيا وسيبني قدام المايك افسر الحقيقه. احنا كاس زباله سودا مهما نسخن مهما نسيح جيب غيرنا يكمل الطريقه. فلسفه جيب بجالنا قالك كل سكول قالك كوره خلصت قلنا نبدا تاني تاني قال لي لا نحمل ضرب النجم بيوجع. انت مش موجود انت مش مسمع تحت بيته خاف يولع رايب حق فيها بضع كله لينا كله تلمع مفيش فرق في الشخصيه في فرق لو هتبلع. تعالى ده بيموتوا يا فاروق. انت فين يا فاروق؟ فاروق رايكوا جامد ها؟ مش بتعلم اللي فات برضه في صغرك كانها علامه زائد علامه عملني عمله وتملي بالفانز عدا لي علمني قال لي هذا تقريبا وام اي ثينك هذا وام صح عمر وام مش بتعلم اللي فات برضه في صغرك كانها علامه زائد فاروق باين عليه البيت بوكس اللي نادوه I'm just guessing لانه ما في شيء مكتوب على الشاشه فاهم. I'm just guessing يعني مش بتعلم اللي فات ولا تفسقط جاي نحله مزيد على مين عملني عمله تملي بالفانز عدا لي علمني قال لي حياته كيس ولا بمشي متعكس في الكيس قافل فوق وشك وبفتح بيبان فجاه بيبان الكيس في اوقات هي مش ببقى محتاج اللي طلب معروف الناس هو انا مش سايب تقول لي انا اللي سايب وين مركزك تجاز انا ببدا ثابت خدني اسف بس وقت لازم كمل صعب بس طعنك في البعض لازم نام تحت مثل قصص كتير انا ساكت لما قلتني عليك بس كنت انا وجنبي جاي حمزه تشكي حد من الارض وبيبت الجليد اللي قلبي فيه بص وانا ده متقيل انا بتحكي ومش شرطه في الحقيقه كاميرا مش فيه مفيش غير الموت اللي بيحميه عايز موت عايز عطلة جوا كتمسة كل فترة بيحي مان جوا عارف جوا عظمة انا الوحيد اللي بطر واجهني مش محتاج لخشب بصير صمود بنهضو مش بحط في حصادة دور مفلوك بتشوفوا اصعب خمول بالخمور مش بدوخ العالم كله بيلف كيس عشان ما بعد الحروب بس بيكو ودماغي تبقى مش كارب مش تخصف الضلمة انت ميل مش فارق اهلا بيكم التاني تداخل الطاقه واسكن المعاني انت داخل تعالى في الصوت اللي بيصبح انت تاني من التاني من جوه مفروع عشان بندار النار عشان بندار النار عشان بندار النار عشان بندار انا دايما انا ماشي دايما في حالي سبت كل حاجه جيالي سلمت عليكم بيميني خدت كل حاجه بشمالي انا ماشي مش حابب اسمع صوتي طمنيني ودي بتموتي خدت كل حاجه الا صوتي ماشي بتلمع الدم بيتجمع الناس مش مصدق عيني مش هتجمع وجع من الجوال ده مش هسمع محدش مهتم بلاش توصل استنى بلاش تحلم بالجنة مش ده سوق محل عشان خبيت نفسك عن المهالك سواك في السكة اختي عالسالك ما تجيش تاني مش مالك تشيل مش محتاجك مش طولي جوه احلامك بس ما فاهمش ولا مش مو سامع شيء ولا فاهم الصوت مو واضح ولا شيء يعني انفورشنتلي صراحه انت كانت تجارب الوحده كانت تحارب مش عايز افوق مش حابب نفس المكان نتقابل طول ما ثابته جواكي جوه عقلي زحمه بتتارب اسكت بنتي مش قادر لو في السما يبقى نتقابل تحت الارض سيبنا نتعامل تحت الارض سيبنا نتفاهم وقت العرض مش هنتزامل وقت الياس مش هنتفاهم اوكي اوكي يا للاسف ان الصوت في السايفر هذا مو واضح فما قدرت اركز ولا القط لاي بر او مباريات كثيره يعني لكن في نفس الوقت كفايبس كحماس كالبارز اللي لقطهم السايفر هذا يفوز على المعادي بيج تايم. سايفر معادي جست اوفر هايبت على قولتهم. انتوا ايش رايكم في السايفر هذا وهل تتفقوا معي انه ممكن كان يكون احسن اذا كان في مثلا مايك او ارنو اي شيء يضبط الصوت؟ واذا في بارات ما سمعتها بليز وروني تحت وروني اسامي الناس اللي كانوا موجودين في الفيديو هذا. ارسينيك هي كيلد ات، انيس كيلد ات، ثاني واحد هذا انيد هيز نيم هي كيلد ات تو، البقيه تو بي اونست افريج على قولتهم. انيويز اذا عجبك المحتوى تبع قناتي لا تنسى تسوي لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، شو سم لاف. كان معكم موديلا اوت.